أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فبأي آلاء
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش فيهن قَالَ
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء فيهن خيرات حسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.